بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق. كمان في فرص ضعيفة للأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء ومدن القناة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل الجو النهاردة. طبعا اليوم يمكن احنا بدأنا من بداية هذا الأسبوع استقرار في الأحوال الجوية، ده نكمل معانا النهاردة بإذن الله استكمال الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، لأن احنا بنتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير خلال فترة النهار، حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي احنا كمان عندنا ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره بمعدل من درجه الى درجتين عن الاسبوع الماضي وعن المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. يمكن كمان المناطق اللي موجوده في جنوب البلاد زي الاقصر واسوان ارتفاعاتها تكون اعلى من الدرجتين، يعني احيانا العظمى على الاقصر واسوان بتوصل ل 37 و38 درجه مئويه ده خلال فتره النهار. فاحساسنا بالطقس خلال فتره النهار ان هو في ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، وهو طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، طقس ما بين حار لشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ده هيكون فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل درجات الحرارة بتنخفض بشكل تدريجي، لكن بيكون ملحوظ أكتر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة وخاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل. في فرق بين فترة النهار وفترة الليل، فرق درجات الحرارة بدأ يزيد بشكل كبير، دايما فترات النهار يكون فيها أجواء حارة أو أجواء مائلة للحرارة وفترات الليل فيها أجواء مائلة للبرودة، بالإضافة كمان الظاهرة الجوية اللي دايما مؤثرة معانا في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا هي الشبورة المائية. شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض الأماكن وتوصل لحد الضباب. طب يعني دكتور أنا عايزة بس أسأل حضرتك على موضوع الشبورة ده، يعني لو في نصائح ممكن نوجهها لسائق المركبات إزاي يتفادوا يعني خطورة القيادة في وقت فيه شبورة زي ما حضرتك بتقولي. طيب هو احنا الشبورة المائية الأول هتكمل معانا بكثافتها دي لحد نهاية هذا الأسبوع، يعني توصل لحد الضباب، يعني انخفاض رؤية أفقية أقل من 1000 متر، فعشان كده احنا مهم جدا أثناء يعني تكون الشبورة المائية اللي هي في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، دي أوقات تكون الشبورة المائية وخاصة الكثيفة، مهم جدا تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر على الطرق، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات ونتبع كافة تعليمات المرور. والشبوره المائيه بتبدا في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس، يعني تدريجي مع الساعه 7 8 صباحا تبدا تدريجيا الشبوره المائيه في التلاشي وفي الاختفاء، وتبدا الرؤيه الافقيه تحسن على اغلب الطرق، لكن مهم ناخد بالنا خلال الفتره اللي جايه ان هي هتكون كثيفه بشكل كبير وهتوصل لحد الضباب في بعض الاماكن. كمان اليوم متوقع ان احنا يكون معانا فرص ضعيفة الأمطار خفيفة على بعض الأماكن من شرق جمهورية مصر العربية زي سواحلنا الشمالية الشرقية مدن القناة بعض المناطق من وسط سيناء، لكن كلها فرص أمطار يعني خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية وعلى فترات متقطعة من اليوم.
هيستمر على مدار باقي ايام الاسبوع ان شاء الله الارتفاعات التدفقيه من درجات الحراره فتره النهار والشبوره المائيه الكثيفه. مهم كمان بس ننصح كل الساده المواطنين لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، لان زي ما قلنا في الاول في فرق درجات حراره بين فتره النهار وفتره الليل بدا يزيد بشكل كبير، تغيير نوعيه الملابس ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فمهم جدا ناخد بالنا. وعلى الاقل لو بنخرج فتره الصباح الباكر او في ساعات الليل المتاخر يفضل ارساء الملابس الخريفيه ونصطحب معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض درجات الحراره الارتفاعيه. اكيد طبعا. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. وبنبدأ من القاهرة، هنلاقي أن درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22، وفي العاصمة الإدارية أيضا 31-22، الأسكندرية 28-20، والعلمين الجديدة 29-20، مطروح 27-18، دمياط 30-21، بورسعيد 28-22، والإسماعيلية 31-20. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى فيها 32 والصغرى 20، وفي العريش 29-20، كاترين 29-12، وطوبة 28-21، حلايب 31-24، وشلاتين 33-24، شرم الشيخ 32-24، والغردقة 33-23. أما في الفيوم فدرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20، وفي بني سويف 31-19، الوادي الجديد 34-20، وأسيوط 32-19، سوهاج 33-18، وإنا 36-22، الأقصر 36-23، وأسوان 37 والصغرى 24. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لشاذلي ومنا ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.